شنو قصدك ما مستعدة بالزواج؟ لما لبست الخاتم كنت طايرة من الفرح. احكي. صح، كنت طايرة من الفرح، فكرت واكتشفت أني ما مستعدة للزواج. فكرتي إنه أنت ما مستعدة للزواج؟ هسه فريدة؟ بعد شنو؟ جمال، الله يخليك، أنت دا تأذيني، دا تضغط علي. أنت دايماً عندك جواب لكل شيء، بس أنا دا أقول لك ما مستعدة، وعندي طلب. لا تقول للبابا هسه. على راحتك، بس راح أقول لك شيء فريدة، إذا ما اتفقنا هسه راح نظل طول عمرنا ما متفقين. أنت تعرف أني شكد أحبك، بس أنا أريد علاقتنا تبقى هيك، لا نستعجل. كيفك؟ أنا ما راح أحكي ويا بابا، خلينا نحكي بهذا الموضوع بعدين.